مشروع خط السكة الحديدية خنشلاعن البيضاء يعتبر مشروعا حيويا بأبعاد اقتصادية واجتماعية لساكنة البلديات الواقعة على طول مسار هذا الخط، حيث سيمنح المواطنين وسيلة نقل جديدة ستفك العزلة عن ولاية خنشلة وتربطها بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية. كثفنا زيارات في الأونة الأخيرة باش نتبعوا الرتوشات الأخيرة لهذه المحطة، وإن شاء الله أكو تشوفوا أنه المقاولين المشرفين على إنجاز هذه المحطة رام متواجدين بقوة في المحطة، وعندنا أكثر من 210 عامل راه يخدم. هذه المنشأة المنجزة بسواعد وكفاءات جزائرية تم بناؤها وفق هندسة معمارية تتماشى مع الخصائص العمرانية لولاية خنشلة، إلى جانب توفرها على كل المرافق الضرورية لأمن وراحة المسافرين، مع تهيئة فضاءات خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل ولوجهم إلى القطار. مشروع عين البيضاء خنشلة المقطع هذا يدخل في إطار تطوير النقل بالسكة الحديدية، وبهذا المقطع تم ربط ولاية خنشلة بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية. احنا الآن متواجدين على مستوى محطة خنشلة وهي المحطة الرئيسية، بالإضافة إلى ثلاث محطات أخرى التي تم إنجازها اللي هي في كيرينا، محطة في كيرينا ومحطة متوسا ومحطة باغاي. جميع المحطات هذه تم إنجازها بمواصفات عالمية، وهي توفر الراحة لجميع المواطنين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. قد قامت شركة كوسيدا بإنجاز عدة منشآت فنية على طول الخط الرابط بين عين البيضاء خنشلة على مسافة 50 كيلومتر، وهذا بسواعد جزائرية وإطارات جزائرية، وتم مراعاة كل المقاييس الدولية لإنجاز مثل هذه المشاريع. مشروع إنجاز هذا الخط الجديد الرابط بين خنشلة وبلدية عين البيضاء يدخل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة الولاية، على مسافة 50 كيلومتر تصل فيه سرعة القطار إلى 160 كيلومتر في الساعة وبخطوط مكهربة، مشروع سيحدث حركة تنموية واعدة بالولاية بدخوله حيز الخدمة.